السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. ولسه مكملين معاكم تالت يوم العيد. هنعمل معاكم النهاردة حاجة بقى، احنا طبعا عملنا الكحك والبسكوت، قلنا بقى ما نزعلش البيتيفور ونعمل البيتيفور بقى بطريقة سهلة وبسيطة وكمان باربع مكونات بس. هيطلع معاكي زي المحلات بالظبط واحلى وحياة ربنا. والله انا لما دقته بصراحة احلى والله من المحلات. ياريت تجربوه معانا زي ما مجربته كده الكحك والبسكوت وطلع حلو وبعتولي وقلتولي ان هو حلو. جربوا ده على ضمانتي برضو وان شاء الله هيطلع معاكم حلو جدا. ده كمان المقادير بتاعته بسيطة جدا، يعني ممكن تعمليها في البيت، ما تستسهليش وتروحي تجيبيه من بره. يلا بقى نبدأ كده ونشوف المقادير معانا ان شاء الله هتبقى ايه. ورجعنا لكم تاني، هنعمل احلى بيتي فور ممكن تشوفوه في حياتكم بطريقة بسيطة وسهلة ومش مكلفة، وكمان هتطلع كأنكم عاملينها جاهزة بالظبط، كأنكم جايبينها من محلات الجاهزة. بس طبعا قبل ما نبتدي لازم طبعا اشرفني كده اقول لكم كل سنة وانت طيبة، والتالت طيبة يوم العيد معاكم ان شاء الله. مع كل سنة وانت طيبة يا مروة، وينعاد عليكي وعلينا وعلى اسرة برنامج أكلة بلدي. كلنا يا رب بالخير والسعادة يا رب، وعيد سعيد علينا جميعا. أنا مبسوطة جدا إن أنا بقضي العيد معاكي حبيبتي. ده أنتي نورتيني، والعيد بقى عندي عيدين والله. لما يكون معايا القمر في العيد يبقى الدنيا كده زي القمر. والله بجد كأني قاعدة مع أهلي. ربنا يخليك يا حبيبتي. إن شاء الله بقى هقول لكم دلوقتي، نقول بقى المقادير بتاعة البيتي فور. من أسهل حاجة العيد، أسهل حاجة وأحلى حاجة البيتي فور لقلبي أنا، البيتي فور سهل جدا وبسيط. هو كل مكوناته يعني اربع حاجات، عباره عن دقيق وزبده وسكر وبيض. بس تمام، هنقول بقى المقادير. اربع مكونات بس. تمام. بس البيض هتقولي ما انت فاصلاه على طبقين، هقول لكم دلوقتي ليه. احنا معانا 500 جرام او نص كيلو من الدقيق، تمام، عليهم 400 جرام من الزبده، تمام، يعني هنا نص كيلو وهنا نص كيلو، بس شايلين من النص كيلو الزبده شايلين منه 100 جرام. ليه؟ علشان لما تيجي تمسكي الغريبايه ما تقعش في ايدك، ما تدوبش فجاه كده، تمام. احنا هنعمله دايب وزي القمر، بس برده في المعقول. احنا عايزين نمسك حته بيتي فوره تدوب في بقنا مش في ايدينا، تمام. يبقى معانا نص كيلو من الدقيق، ومعانا 400 جرام من الزبده بحرارة التلاجة مش بالغرفة والله. ومعايا 200 جرام من السكر، وكمان معايا صفار بيضتين وبيضاية كاملة. صفار بيضتين وبيضاية كاملة. هقولك لو حطينا صفار بس هيطلع ناعم زي ما قلتلك برضو قوي، دي من الحاجات اللي بتنعم البيتيفور قوي. لما تيجي تحطي مثلا عايزة ترست البيتيفور في علبة على بعضه، هتلاقي اللي تحت خالص بقى عبارة عن بودرة، تمام، هيدوب قوي ومش هيكون حلو. لو حطينا بياض بس هيطلع كريسبي كده وناشف شوية. لو حطينا البيضة كاملة مش هتديكي القوام اللي انت عايزاه اللي هو الناعم برضو. فنخلينا الوسط، صفرتين بيضتين وهنا بيضة كاملة، تمام. الزلال اللي في البيضاية دي هو ده قادر ان يمسك لي البيتيفوره يخليها متماسكه وكويسه. شايفين بقى، بصوا المقادير دي هي اللي بتفرق من البيتيفورات بالظبط. عندنا بيض يبقى عندنا ايه؟ فانيليا. شفت انا اتشطرت خالص ازاي؟ شاطره شاطره حبيبتي. ومعانا شوكولاته بقى للتزيين دي بقى مش دلوقتي، تمام؟ ممكن نخلف؟ اتفضل. ناخد بقى العجان بتاعنا ونقول بسم الله. هنحط فيه بقى المقادير دي. هنضيفها تاني نص كيلو من الدقيق وبيضتين، تمام، من غير صفار، شاطرة، وبيضة كاملة بصفار عشان تدينا الكريسبي وتمسكها لنا. وطبعا بسم الله بنحط السكر البودرة كام؟ كوباية السكر البودرة، يعني كوباية الا ربع سكر بودرة، تمام. ومعانا 400 جرام من الزبدة. الزبدة بس تكون بحرارة التلاجة، ما تكونش بحرارة الغرفة. بسم الله. ليه بقى بحرارة التلاجة؟ علشان البيتي فور بيحب يعني السقعة شوية. يعني لو قعدتي فيه في درجة حرارة عالية هتدوب مش هتعرفي حتى تشكليه في الصاج بتاعك. يعني هو حتى لما نحب نعمله نحطه في التلاجة شوية عشان نقدر نشكل العجينة بتاعته. يا حبيبتي تسلم ايدك. تمام، نشكله، ممكن نحطه في التلاجة شوية أو نقعد تحت التكييف.
تمام. هو ده المروحه، او ممكن تعمليه بقى بالليل كده وتسهري عليه في الطراوه كده مع نفسك، هياخد معانا حاجه. بسم الله. يعني انتوا اللي ما عملش بقى البيتي فود يقوم يعملوا معانا بالاربع مقادير اللي انا قلنا لها لكم، سهله اظن، ما فيش ابسط من كده. هنضرب دلوقتي، هنروح نضرب الزبده يا مروه والسكر لحد ما يعملوا فوم كبير، الفوم ده وان الزبده تتحول تديني زي الكريم شانتيه كده، فاتح افتح درجه في الزبده تقدري تطلعيها تطلعيها. تمام. هننزل بقى يا مروه كده بالبيض، بس بيضه بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. تختفي البيضه احط الثانيه. ماشي. تمام. تختفي البيضه نحط الثانيه. تختفي البيضه تحط الثانيه. عندك عجان اشتغلي، عندك مضرب كهرباء اشتغلي، عندك مضرب يدوي اشتغلي. اهالينا زمان كان كل ده زي ما قلنا موجودة، كانوا بيعملوا الحاجات دي على ايديهم، والله كان بتطلع فيها البركه قوي. طب الاثنين نزل، يلا بس هو المفروض هي واقع منها غصب عنها، بس هي المفروض انك تحطي واحده واحده بالظبط كده، وبعدين تدينا ايه، تدينا الفوم ده، بعدين نحط الفوم ده هيعلى اكتر بقى. تمام. بعد ما بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده يا مروه، بالشكل اللي شايفاه الكاميرا ده كده، بصوا عامل زي الكريمه. اهو بصي زي الكريمه. هننزل عليه بمقدار الدقيق. الدقيق بتقلبي. ايوه الدقيق. ليكي دقيقه كده، نص كيلو دقيق. ايوه نص كيلو الدقيق. معايا. وبعد كده هنقلب بس. وشكرا. مش بقول لك اسهل حاجه في شغل العيد هو البيتي فور، انا بحبه عشان هو سهل وبسيط كده، والله ما هياخد معاكي حاجه. بص هي تقليبه واحده بس وكده نكون عملنا البيتي فور، بس هنعمله بقى في بتشكليه ازاي بقى بالقمه بالمكنه براحتك، المتوافر عندك اعملي. ما عندكيش قمه، ما عندكيش مكنه، اعملي اصابع وحطيها كده وبالشوكه وامشي عليها. كل حاجه. بصي لو انت عايزه تعملي اي حاجه هتعمليها. صحيح والله. قولي لي انت عملتي ايه في اليومين اللي فاتوا في العيد؟ خرجتوا بقى ولا ما خرجتوش؟ لا طبعا، عيدنا بس كده على حبايبنا بالتليفون. عشان انت عارفه الاقراءات والتحذيرات اللي احنا فيها. ما خرجتيش؟ ما قدرتش اخرج بصراحه، خايفه على البنات. مش عارفه العدوى وكده، ربنا ينجينا وهنخرج. ما احنا لو قعدنا وحافظنا على نفسنا وعلى اولادنا الاعداد مش هتزيد والوباء هيروح، انما لو خرجنا احنا اللي هنروح، فخلينا قاعدين في البيت كده. خلاص العجينه بتاعتنا اتقلبت وبقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص اخر يوم في العيد اهي، وخلاص خلصنا العيد، والله الواحد زعلان بقى كتير. بصي يا مروه العجينه بتبقى هشه زي ما انت شايفاها كده، هشه كده اهي، هشه جدا كده عشان تقدر تنزل معاكي في الام. تمام. بس شكرا كده من كل العجان هي بتاعنا. بس ضربتين كده. شفتوا بقى اسهل حاجه في شغل العيد هي اللي بتشوفوها. صحيح. والغريبه كمان والله يا مروه. انت بتعمليهم كلهم في نفس اليوم ولا كل واحد يوم؟ ايه بصي براحتك. انا عن نفسي بس عشان ايه بنعمل مقادير كتير، انت عارفه بقى العيله وعيله العيله والحبايب ولازم ترضي الحبايب، فخلاص اتعودت بقى من ايه من ايام ماما كله. فلازم اعمل للكل بقى. والله بتقف يا عيني. الله يديني الصحه. الله العظيم بجد. الله يديك الصحه. والله بصي اهي شكل العجينه بتاعتنا. ايوه اهي هنلمها كده بقى بالاسبتشوله. الحلاوه على التكات والحركات. هنلمها كده بالاسبتشوله بتاعتنا. هي شكلها بيبقى هشه كده جميل. بصي ده انا حاسه ان هي كانها كريمه كده. نجيبها كده قدام الكاميرا. الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. والله الواحد زعلان انه مش هيجي تاني ويعمل. لا هنيجي تاني ونعمل اكلات تاني ونعمل وصفات تاني طالما اكله بلدي موجود ومروه قديم موجود. حبيبتي الله يخليك. انا برضه عايزه ايه ارجع اقول لكم ان شاء الله البرنامج مكمل بعد العيد، واللي حابب ان هو يظهر معانا في البرنامج ويكون جزء معانا في البرنامج يبعت لي، وان شاء الله هيكون معانا باذن الله. ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل بقى، هنبدا نعمل البوتيفور الجميل ده. بصوا بيتعمل ازاي. انا ودي اجرب، والله ودي اجرب، بس هي مش عايزه انا اجرب، مش عارفه ليه.
ليه؟ هل خايفه ان انا ابوظه يعني؟ لا لا يا سلام، لا ابدا ابدا ابدا. ممكن تشكلي معايا بقى بعد ما نخلصه. ايوه نشكل مع بعض. يلا بينا. هنعمل ايه؟ هتشكليها ايه بقى؟ ممكن عندك بصي مربى، شوكولاته بني، شوكولاته بيضة، شوكولاته بني زي عندي. بصي اي حاجه. الشوكولاته دي بقى طبعا عشان ناس كتير هتسالني نسيحها ازاي، هنحط حاجه فيها ميه على النار، وهنجيب الشوكولاته الخام كده نحط عليها معلقتين زيت او معلقه زيت على حسب الكميه اللي انت بتعملها. الكميه دي احط لها معلقه زيت واحده، واحطها في حمام البخار ده هتسيح، وهتديكي لمعه حلوه قوي خارج الكتف فوق، كانك جايبه جاهز من بره اكتر واحلى وانعم. وبصي وكل حاجه والله، يعني مش عايزه اضرب المحلات بتاعت بره، بس اكيد ما بيتكلفوش يعني بضمير بصراحه يعني، ولا ايه؟ بس ده شكل ايه ده؟ ده كمان كده شكل. بص، عملت لنا اشكال منها بالقمع ده بكيس الحلواني. لو انت عندك بقى مكنه البيتيفور ممكن تعملي بيها عادي، صح؟ اي حاجه الموجوده عندك. بصوا الاشكال، ممكن تعملي ده كذا شكل يعني، هيبقى حلو معاكي جدا 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 جدا. انا عايزه اقول لك هتبقى مميزه دي، وهي اساسا يعني عايزه اقول لك مكوناته بسيطه. اربع مكونات زي ما قلنا، الزبده والدقيق والسكر البودر. ايوه والله ما انا فاكره الرابع. ايه بقى؟ ايه؟ زبده ودقيق والبيض. والبيض والبيض بيضتين، بيضتين كده، بيضتين اللي هما من غير صفار، وبيضه بصفار، صح كده؟ ايوه. شاطره 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 شاطره. هروح اجربهم طبعا النهارده، بس انا خلاص ذقتها يعني. انا عايزه اشوف بقى الصور ابداعيتك وتبعتيها لي كده. هبعتها. عايزه اشوف كده بقى واقفه جنبي كده عملت ايه بالظبط. خلاص بقينا شيفات. ايوه نسمي ممكن. بصي ده بقى كده يعني البرنامج نخليه الشيف ومر. ايوه بالظبط كده. يلا نروح بقى نسوي الصف ده، يلا بينا ونرجع على طول. يلا بينا. ورجعنا لكم. ها هو البيتي فور، طبعا احنا شكلناه عشان بس وقت البرنامج بتاعنا ما يعني خلاص الوقت انتهى، فاحنا قلنا بقى نشكله. بس انتوا ممكن تشكلوه بقى، تجيبوا بقى شوكولاته بيضه، شوكولاته بني، تعملوا بقى تجيبوا الحاجات دي اللي هي اي تشكيله، مكسرات بقى مكسرات. عندك سوداني بتحطي، عندك فستق بتحطي، عندك بندق اللي يعجبك، عندك فرماسيه، عندك اي حاجة تشكلي بيها شكلي بيها البيتيفور بتاعك، وهيطلع قمر زي ما انت شايفة كده. بنلزقه كده في بعضه او بنشكله في بعضه بالمربة المشمش او اي مربة عندك متاحة، بس هو بيبقى حلو قوي بمربة المشمش. رهيبة 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 بجد. والله بامانة رهيبة. ميرسي تمام. بس كانكوا بتاكلوا حاجة من محل كده يعني، حاجة كمان عالية. امال بقى لو تشوفي القريبة اللي انا عاملاها دي، لو كان في رابع يوم رمضان كنا عملنا لكم. بصي 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 بصوا الالوان والحاجات والحركات، تحفه تحفه تحفه. مش عايزه اتكلم وانا باكل، بس حاجه تفاصيل. بس بجد بجد والله تسلم ايدك يا شفتي. تسلمي تسلمي. متشكرين طبعا على ان حضرتك استضفتينا في العيد، عملت لنا الكحك والبسكوت وكمان البيتي فور الحلو ده، نضيف واضمن واحسن من بره وسهل. من مره وسهل وبسيط ومكوناته ما فيش يعني حاجه بسيطه. عايزه اقول لك النص كيلو دول هيطلعوا لك مثلا بتاع 100 حبايه بيتي فور دبل كمان، مش فردي يعني، مجوز يعني قطعتين. هي الناس بتستسهل وتروح تجيب من بره. لا 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 اعمليه في البيت والله اسهل. والله طريقه والله للامانه اقسم بالله طعمه احلى من بره. حبيبتي يا مروه، حبيبتي حبيبتي حبيبتي، طعمه رهيب، وانا هقعد دلوقتي اقضي عليه. بجد تسلم ايدك، ومبسوطه جدا اني قضيت معاكي عيد الفطر المبارك. حبيبتي يا رب ينعاد عليكم. سنه وانت طيبه، وينعاد عليكي وعلينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب بالخير واليمن والبركات، ويجي علينا العيد الجاي واحنا كلنا ان شاء الله نكون معاكي باذن الله. ان شاء الله ونكون مكملين في البرنامج ان شاء الله. كده خلصنا حلقات البرنامج للعيد، بس استنونا ان شاء الله قريب جدا في برنامج اكل بلدي مع مروه قنديل، هنعمل حلقات تانية ومكملين معاكم ان شاء الله زي ما قلت لكم. وابعتوا لي على الصفحه او على اليوتيوب اللي حابب ان هو يظهر معانا ونعمل مع بعض اشهى واحلى الاكلات. هنكون معاكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب نكون
ضيوف، كنا كده ضيوف خفاف ولذاذ عليكم وبسطناكم في العيد، انتظرونا ان شاء الله. سلام، باي باي.